قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يقول أهل الصناعة الروحية من العصمة ألا من يكمل، من العصمة ألا تقدر. أحيانا عندما يسلبك الله القدرة هذا نوع من العصمة لك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بعض العباد يريد الله به خيرا فلا يجعله ذا قدرة حتى يسلم من المعاصي. ومن أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر في عصمة الله عز وجل له من معصية يرغبها. رأى الحسن البصري قوما يعصون الله قال هانوا على الله فخذلهم ولو عزوا عليه لعصمهم. فمن أمارات حب الله للعبد أن يحول بينه وبين ما يشتهي من المعاصي فيعصمه عنها حتى لا يقع فيها، فإذا نجا منها نجا من مواطن نقم الله. فإذا أراد الله أن يرفع درجته أظهر له جل وعلا أنني عصمتك من هذه المعصية، فيزدلف إلى ربه بالحمد والشكر. ثم بعد ذلك إذا أراد الله أن يضاعف رفع درجة هذا العبد وفقه ضد ما كان يعزم عليه من المعصية بالكثير من الطاعات. ولو خالطت الناس وسمعت منهم، فكم لله من عبد صالح عزم أول ليله على الفواحش فلم يبت آخر الليل إلا وهو قائم يصلي بين يدي ربه. فالذي حال بينه وبين المعصية الله، والذي هداه لأن يقف يصلي الله. وفي هذا كرامة من الله جل وعلا له. فقد قلنا وما زلنا نقول وسنبقى نقول إن من أعظم الكرامات أن يحول الله بينك وبين أن تعصيه. وحتى إذا وقعت المعصية قد يفتح الله عز وجل لك باب التوبة والندم فتندم على ما قد فعلت. فليست العبرة بنقص البدايات لكن بكمال